استاذ احمد رحب فيك بمركزنا مركز زينه لزراعه الشعر الله يسلمك. بدي بس من حضرتك تحكي تجربه، انا حسب ما عرفت من حضرتك انه مريت انت بتجربه زراعه سابقه في مركز من مراكز اسطنبول، فحابب تحكي لي عن هذه التجربه. والله الصراحه يعني قبل سنه يعني انا كنت حابب اعمل زراعه لان في عندي مناطق زراعه كبيره وكذا، فكانت جيتي على اسطنبول ابغى استفيد، يعني ما جيت الا استفيد. فبحثت عن مركز من المراكز وعلى اساس الطبيب وشريته وكذا ونسقت معهم وجيت. وكان اتفاق الطبيب هو اللي يعمل لك الزراعه؟ نعم طبعا على اساس انه هو بيسوي. طبعا رحت عندهم قدمت معهم كل شيء، يعني في عندهم تنسيق وكذا، لكن اللي تفاجات منه وقت ما سويت العمليه الطبيب بس رسم لي الخط، خط الجبهه، وبعدها عدى علي بعدين يقول علي بين فتره وفتره وفتح لي غزل. نعم كاشرف. نعم وفتح لي القنوات. طبعا القنوات فتح لي الجزء الامامي. نعم الخلفي لا. في شخص ثاني هو جاء كمل العمليه؟ في شخص ثاني كمل العمليه. طبعا انا انتهيت من العمليه هذا اليوم الاول. اليوم الثاني جاني في نفس اليوم جاني الم، يعني حتى الدم يعني ما هو مرتب كثير وكذا، فاعطوني مسكنات وكذا، نزل الالم. طبعا تواصلوا معي وكذا، كملت معهم حدود الست شهور من المتابعه، ظلوا يتابعوا معي. بعد الست شهور قطعوا عني. نعم انا احاول اني اتواصل معهم فهم يتواصلوا برضو معي، لكن ما حصلت النتيجه اللي انا ابغاها. نعم هم وعدوك فيها هم انت قبل ما فيه. نعم فقالوا لي انتظر الى شهر اكتوبر بيكتمل النمو كله كامل. طبعا جاء شهر اكتوبر ما تواصلوا معي وكذا، فانا تركتهم. كنت محبط كثير يمكن؟ كثير مره. ففكرت اني ادور ابحث على مركز ثاني اعمل زراعه، وتواصلت مع مجموعه كبيره من المراكز، لكن حقيقه انا اول ما شفت مركز زين هير كنتائج وكنظافه في العمليه ونتائج حلوه بين العملاء، يعني انا شدني الانتباه الكثير. يعني حتى انا تواصلت معكم فتره وانقطعت، انتظرت ثلاث شهور تواصلت معكم، يعني حسيت انه فعلا يعني انتم الوحيدين اللي بترسلوا لي النتائج بعد العمليه. انا لاحظت استاذ احمد من خلال تواصلي معك خلال الفتره اللي قبل ما تجي فيها على المركز انه حضرتك كنت يمكن متردد او خايف من، او صار في عندك رده فعل من العمليه اللي كنت انت قبل عاملها، فانت كنت محتار باي مركز بدك تيجي وتعمل العمليه. فعلا لان النتيجه انا تهمني في كل شيء، يعني انتم ما قصرتوا يعني. الله يسلمك. خاصه انا في فتره وصولي وكذا، فعلا يعني في بعض المراكز اذا مرت على الشخص ظروف تعرف، يعني احنا الخليج الاجواء تختلف عن اسطنبول، يعني فتغير على الجو ومرضت شوي من الاجواء وكذا، فيعني الطبيبه ما قصرت يعني حتى اضطرت انها تاجل العمليه يوم على اساس تصير افضل بكثير. يعني بسم الله ما شاء الله وقفتوا علي، يعني كلكم اهل، مو كاستمر ومركز، لا والله كلكم اهل الحمد لله. هلا كيف كان جريان العمليه؟ يعني خلال الوقت العمليه كيف شعرت؟ بسم الله ما شاء الله الصراحه شعرت باطمئنان جدا الصراحه، واللي طمني اكثر طبيبه قامت في المراحل العمليه كلها، يعني فعلا يعني انا ما اسمع زي المراكز الثانيه بيقول لك طبيب في الاخير تتفاجأ. الصراحه يعني هذه كلمه حق اقولها، يعني من بدايه المراحل الى نهايتها، يعني ما تركتني الا بعد ما خلصت من اجراء العمليه كامل المراحل. الحمد لله وهذا كان وعدنا لك يعني. الحمد لله وهذا يعني وانا بنصح الصراحه يعني الشباب يعني اللي يصير عنده فرصه ما يهمه قد ما يحصل يعني من عروض، يعني بتحصلوا مراكز كثير بتنزل عروض يعني خياليه مره ما احب يتوقعها، لكن كل 50 نجوم ورحلات في كل حاجه، بس ولكن بالاخير ما تستفيد منها. اهم شيء يعني انا بنصح الشباب اللي يجون خاصه المركز هنا، انت بتجي عشان النتيجه، هذا يهمك اهم شيء. صحيح. والحاجات الباقي كلها بتتيسر ان شاء الله، هم ما بيقصرون يعني في كل حاجه. الحمد لله. كيف كان الوضع بالاوتيل بفعاليه المستقبل؟ لا الحمد لله كل شيء تمام، وحتى اضطرينا نغير الهوتيل لانه ما كان في الحجز، وتواصلتوا معاي يعني حتى الاخ فرات ما قصروا، قالوا بيطار يسكنني. طبعا فينا هلا نلقي نظره على الزراعه للاستاذ احمد، والحمد لله هو كثير ممنون من الزراعه، وطبعا الطبيب اعطته النتيجه قبل ما يحصلها هو ان شاء الله بعد ست شهور مثل ما انكم شايفين.
هاي الزراعة. وطبعا بحب بدوري أنا أشكر الأستاذ أحمد بنت قطفية. شكرا لك يا أهلا. وشكرا لكم زين المتابعة. شكرا.